كل لحظة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة في مكان معين، اصحاب المكان ده بيحتفلوا بمناسبة خاصة بيهم، وادعيت تشترك معاهم، فتعالوا نشوف. عندي موديل الشبح هنا هيجي عليكي خالص، لسه جاي وعطش. كتر الف خيركم شاكوني عايزينكم بقى. انا ماشي كده يا عبد الله. يا عبد الله انا ماشي. كيف المحل؟ ماشي. كان عدد جايين عشان نشتري لبس. رحنا جايين. بعدين فجأة لقينا زيطة وناس بيقولوا لنا خدوا شمعة وخدوا جاتو خدوا مش عارف ايه. وبعدين قلنا ماشي نشارك الناس يعني مجاملة. احنا في عزوم عليها فلوس. بقينا بيقولوا ادفعوا فلوس. يعني متهيألي عمري ما شفت في الدنيا ان في عزوم عليها فلوس. معقول يعني؟ بس حضرتك فاهم غلط. حضرتك فاهمني صح. صح بقى العادي. لان الولد اللي جالك دلوقتي ده ايوه تبع فندق. مش الحكايه مش حكايه بسيطه ولا كبيره. 60 جنيه مش مبلغ على 60 جنيه ولا 70 جنيه. يعني مش الحكايه 60 جنيه ولا 70 جنيه حضرتك لانه مين على تشارج. تمام. انت راجل محترم جدا ومظهرك واضح. لان سوري انا بفهم كويس. حضرتك لابس كرافات مش اقل ثمن من 30 جنيه. 30 جنيه؟ ايوه 30 جنيه؟ حتى 200 جنيه يا استاذ. والله انا اللي اعرفه انها ب 30 40. طب لو سمحت شفنا الروايه ب 30 دي مش قضيه. الروايه ب 30 تجيب لي منها 100 كرفات. يا فندم دلوقتي ادفعوا. ايه المشكله؟ ثانيه واحده. انت تدفع. انت حره مالناش دعوه. انت مالك انت يا فندم؟ استنى استنى انت مالك انت؟ مالك انت؟ حضرتك انت مالك انت كمان؟ يا سيدي انت راجل. انا مش عايز ادفع. انا احسن منك. سيبني اتكلم. انا مالك انت؟ انا في راجل كبير بيقول لك سيبني اتكلم. انت عمال كتير قوي كده. ما قصدي الكلام ينرفز برضه. تحترم الاستاذ. انت دلوقتي مش ده راجل كبير. انت راجل كبير. في حاجه هو مديني حريه الكلام. عندك حق. عندك حق. حريه الكلام. هو كده. هو كده. عندك حاجه حضرتك؟ لا يتكلم يا راجل. حضرتك عمال تقول كبير كبير. ايه اللي بتقوله ده؟ ايه اللي بتقوله؟ كبير كبير. عجوز انا مثلا. نعم فاهم. انا عجوز مثلا عمال تقول لي كبير كبير. مش فاهم انا ايه الموضوع. كبير حضرتك بتقول عليه ده. مش انت سنك كده عامل لك ايه؟ انت حضرتك دلوقتي سوري مش كلت حضرتك جاتوه؟ انا كلت مجامله. عم كلت؟ جاتوه مجامله. مجامله ده حتى وحش. الجاتوه وحش؟ مش حلو يعني. ده زي وحش وبتاكله؟ مش حلو يعني. مش حلو. وبتاكله؟ مجامله. لا استخسار بقى. استخسار ازاي يعني؟ انت بتتكلم ازاي الكلام اللي بتقوله ده؟ هيثم هيثم ازاي استخسار؟ هيثم طب ايه اللي كلمه ايه الاستخسار دي؟ حساب يا فندم لو سمحت. ايوه كام؟ 20. اتفضل. شو قسم الحاجات دي؟ 20. وهنا كل دي كام؟ 20 برضه. والف مبروك. شكرا. حاجة عشان معلش الأربعين في خطأ بسيط. هو اعتقد الولد ان الميعاد 6 زي 9 بس دلوقتي الميعاد بعد الساعة 6 في مينيمم تشارج. على ايه؟ مينيمم تشارج يعني حضرتك هتدفع 60 كل واحد 30. ليه؟
واصلا ليه ندفع فلوس؟ لا انا وحضرتك يعني اهو ندفع فلوس واحنا تاني من تشارج. ايوه يعني كام حضرتك المطلوب؟ يعني حضرتك زياده 10 وحضرتك 10 وحضرتك 10 وحضرتك 10 قوي قوي ليه؟ شكرا شكرا 10 10 10 10 عشان بس حضرتك معايا ده قد صحيحه بس اخد حضرتك على اذنك عشان ايه ادي حضرتك الفلوس كلها شكرا ادي حضرتك الفلوس كلها عشان بس حضرتك معايا بس اتفضل ادي ال 40 اي فندم عايزين بقى حضرتك 60 كده منكم شكرا يا فندم هو حضرتك احنا اساسا يعني دفعنا زوقين عشان الناس كلها دفعوا انا مش سامح حضرتك خالص انا حضرتك دفعنا زوقين عشان الناس كلها دفعوا ايوه فحضرتك كمان دلوقتي حضرتك بتقول في مينيمال تشارج كده ايه انا حضرتك انا في محل باخد حاجات المدام والاولاد فمش جاي حضرتك عشان انا ادفع فلوس وحضرتك تقول لي مني ما بتشارش فبعد اذن حضرتك يعني انا خدت فلوسي ومفيش حاجه هتدفعها طب ما احنا دفعنا برضه معلش حضرتك مش كل الكتب بقى معلش انا اسف يعني لان حضرتك انا جيت الراجل اسبوع وقعدنا وسامرنا كلنا وشمع وحاجات كويسه فكره كويسه جدا انما حضرتك محل يتقفل وهو كده حضرتك ادفع 40 جنيه بذوقيا كده برضه عشان الناس كلها دفعوا هو غصب عني انا اسف دلوقتي حضرتك بتقول لي مني ما بتشارش 60 او 80 او حاجه معلش انا اسف خدت فلوسي ومفيش فلوس هدفعها ولا مليم ولا مشكله في الكوكب جالي بعد شوق وعطش وانتم منورين لي وشاركوني فرحتي الله يخليكم عن اذنكم والمحل محلكم خدوا راحتكم خدوا وقتكم يا عبد الله انا ماشي اقفل من جوه عشان ما حدش يشوفك بيقدموا كمان جاتوه اه شام ايه لفينا حوالين البيبي وطبق وضمه هنا اهو في المحل هنا ايوه وبعد كده راح قال لنا انا ماشي ده مين البيبي؟ لا لا اللي هو صاحب الحفله بص حضرتك يا فندم انا مش هدفع حاجه ليه حضرتك؟ كده انا ما شفت اول مره اشوف حاجه زي كده مش حضرتك كان؟ انا كان حضرتك راجل محترم انا راجل محترم وانا كويس. شايف ان لبسك فاهم وانا راجل كويس وانا شايف ان مثلا حضرتك لابس جاكيت ايوه كويس روفر أيوة. شيك قوي ايوه فوق ال 40 جنيه ومال 40 جنيه؟ ايوه ده 500 جنيه مين ده؟ هو ده ده 500 امال ايه؟ انا اجيب لحضرتك زيه ب 30 40 وانت مالك انت مالك دخل ايه؟ 30 ولا 40 في ناس كده بتاكل سفلقه يا ما كنتش سفلقه حضرتك كان كويس قولش بقى ما تقوليش بقى سفلقه امال ايه؟ لو سمحت امال ايه؟ ما تقوليش سفلقه انا اعرف الناس انا حضرتك مش ما تقوليش سفلقه في ناس احنا ناس كويسين حضراتكم لو رحتوا مكان وقضيتوا السهره فيه لا عارفين احنا رايحين مكان هندفع فيه مش داخلين نجيب لبس بعد كده نلاقي حفل اسبوع واتعزمنا ومفيش اي حاجه حضرتك دي يعني احنا ذوقيا مليانه يا سيدي يا سيدي ادفع الحساب يا سيدي خلاص مش هسالك يا استاذ معلش عايز ايه حضرتك انت بقى انت بالذات ما تتكلمش معايا عايز ايه مني يعني انت عايز ايه مني بالظبط خلاص امال عايز ايه يعني لا مش عايز امال ايه لا لا خلاص اسكت خالص ما تتكلمش بعد اذنك بعد اذنك انت عايز ايه مني انت عايز مني ايه خلاص طب مني ايه خلاص يطلع العين الحساب تعالى عايز ايه بالظبط يعني تعالى تعالى امال ايه يعني امال عايز ايه يعني خلاص يا حاج خلاص يا لا انتوا سجلتوني هنا خلاص تعالى حق عليا لسه نازله امبارح لا استني لا كلها
40 جنيه حضرتك. مش على النبي تستني، والنبي تستنى عشان ما ارميش الحاجه في الارض. لا 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 عيب عيب، يعني معكيش حضرتك؟ لا معلش، احنا جايين نتفرج على كازينوهات كده. انا تحت امرك اتفرجوا على كازينوهات. اوكي تحت امرك. آه. اه ممكن تسيبي اي حاجه لغايه ما بكره تيجي حضرتك. لا اي حاجه، اي حاجه دي يعني ايه اسيب لك اي حاجه؟ ومين قال لك ان انا هاني من الاساس؟ شايف السبعه ورايا وشايلين لي دي اللي في الفستان؟ شايلين فين يا ست؟ استني ما فهمتش حضرتك بتقول. انت بتقول هانم، احنا مش هوانم. الاوانم دول تعرفهم انت، لكن احنا مش هوانم. شايف سبعه ورايا وشايلين لي دي اللي في الفستان؟ مش فاهم. بص ليا وكلمني على قد ما حضرتك. لابسه دهب قد كده اهو. لابسه انت مالك هتاخده؟ انا هاخد دهب برضه. وانت امال انت بتتكلم على ايه دلوقتي؟ مش هديك دهب ومش هدفع. يعني ما بدفعش. يعني انت قادره؟ انا قادره. ما بدفعش. حضرتك بتشوحي في وشي كتير قوي. هشوح لان انت خلاص جننتني. عايز ايه انت؟ انا واخد على خاطري منك يا هانم. ماشي عايز ايه؟ خد يا هانم. لا خد. اخد ايه يا فندم؟ خد على خاطرك. يعني انت عندك عيال؟ ايوه ربيهم. يعني ايه حضرتك بتهدديني؟ بهددك. عندك عيال؟ ربيهم. انا بقول لك ربيهم. يعني ممكن ما الحقش ربيهم مثلا؟ ممكن ما تلحقش تربيهم لان انت ما تعرفش انت بتكلم مين دلوقتي. حضرتك مش جالك دعوه؟ مش جالك دعوه؟ مش جالك دعوه حضرتك؟ لا احنا مالناش دعوه. زي اللي بيخشوا افراح كده ياكلوا جدعانه ونمشوا. ايوه بنخرج جدعانه ونمشوا وسافلقوا برضه مش هدفع. انا مش فاهم حضرتك بتعملي كده ليه. وانا كمان مش فاهمه حضرتك بتعمل ايه. غريبه. بعدين بقى زينا زيكم. لا مالك يا ام جمال؟ طلعت لنا منين انت؟ سيبني يا ماما عليك. انت رفضت عدم الموضوع. شغلت مع المدير. خلاص خلاص خلاص. في ايه؟ مش عايزين ايه بالظبط؟ بدل ما واحد تضربه طوعني. اضربك. ليه ما اضربكش؟ هخاف منك؟ ده غصب. ايوه بتاع ايه؟ عايزه 40 جنيه. مش عايزه تدفع لسه؟ مش عايزه تدفع حضرتك. مين هاندي ليه؟ مين هاندي؟ مش قادر تدفع لسه؟ يا سيدي احنا داخلين. ما قلت لك ما تقوليش هاني بقى. يعني انت عايزه تاكلي كده جدعانه وتغلي وتمشي طوالي؟ ده انا اكلك انت وعيالك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اكلك انت وعيالك. ايه ده حبي؟ يا بلا 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 يا بلا 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 يا احنا متاسفين. لا لا ولا يهمك ولا يهمك. لا ده انا مبسوط جدا اللي انت عملتيه ده جميل والله. لا والله احنا متاسفين. لا لا ولا يهمك. دلوقتي اللي ده اتصور. لو حبيتوا ده يتذاع قولوا يتذاع. ما يتذاعش ما يتذاعش. يتذاع يتذاع يتذاع. يتذاع يتذاع يتذاع. خليهم يتفرجوا عليه. ذيع يا لطفي. لا ذيع. ذيع؟ ذيع. ذيع؟ ذيع. ذيع حضرتك؟ ذيع. طبعا ذيع. ذيع عادي مفيش مشكلة. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأبطال أنا وإنت وهي، أنا وإنت وهي وهي. خلي بالك هنصور وإنت ولا على بالك. خلي بالك هنصور.